صديقة الصباح. صباح الخير. صباح الخير. لا لا حق يا اخي، بقالك ايدك اليمين 7 سنين ومش باين انها تميل ايدك الشمال ابدا. التجداهيه في ملفظك لسانك زفر زي حماتي. استاذ عطيه، البلمه دي عايزك حلها. عايزني في ايه؟ خير؟ استاذ ابراهيم، انا عملت حاجه غلط النهارده؟ ابدا. امال المدير عايزني في ايه؟ روح له انت تعرف. يا ساتر استر. مش حل ده انك ليه؟ اصل انا فاهم. تشرب ايه؟ انا اشرب ايه؟ ايوه تشرب ايه؟ إذا كنت ساعتك مصمم يبقى أشرب ليمون. هاتي ليمون. واضح إن سعادتك راضي عليا قوي النهارده. أنا دايماً راضي عنك. أنت موظف مجتهد وطيب وابن حلال.
بس اوقات سعادتك بتبهدلني. مش لما تغلط. الحمد لله غلطاتك قليله جدا. الحمد لله يا فندم. بقول لك يا عطيه، ايه اقصى امانيك؟ اتجوز. وايه اللي منعك؟ مش لاقي شقه. انا قصدي ايه اقصى امانيك الوظيفيه؟ اقعد على كرسي سعادتك. طبعا بعد سعادتك ان شاء الله من تبقى وكيل وزاره. انا برضه كنت متاكد من كده. بقول لك ايه يا عطيه؟ الاستاذ ابراهيم هيطلع معاش بعد 3 شهور، وانا اخترتك تحل محله بعد ما يطلع معاش. انا يا فندم؟ ايوه. ودي الخطوه الاولى اللي توصلك للكرسي ده. اولا تبقى رئيس قسم، وبعدين مراقب، وبعدين نائب مدير، وفي النهايه مدير عام. يعني كلها 20 سنه وتقعد على الكرسي ده. ما تبصليش انا، انا ليا ظروفي الخاصه. لا ابدا يا فندم، ومالك؟ انا بقالي 7 سنين مستنى ابقى عريس. مش كتير استنى 20 سنه عشان ابقى مدير عام. مدير عام حته واحده؟ ايوه، بس بعد 20 سنه. معلش يفوتوا هوا. مش حالق دقنك ليه؟ الحنفية النهارده نزلت حاجات غريبة. المهم ما تيجي نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. ما عنديش مال. إذا المدير سأل عليا قولي له إن أنا نزلت في عذر قهري. عذر قهري؟ ما في عذر قهري أكتر من كده. تحب نروح فين؟ نروح البيت طبعا. ماما النهارده عامله ملوخيه على ارانب لكن تجنن. يا زينب بقول لك عايزين نحتفل بالمناسبه السعيده دي، تقولي لي تعالى نتغدى في البيت. الحق عليا، عايزه اوصلك فلوسك علشان المسؤوليات اللي ورانا. يا ست بناقص ال 10 جنيه اللي هنتوزع بيهم. لا يا سيدي، 10 جنيه على 10 جنيه يبقوا 100. يا سلام لو يعينوك وزير ماليه، كان الجنيه المصري يبقى عمله صعبه. بس انا الاول يا ست. عينيا يا حبيبي. خد يا ماما. هاتي يا ماما. خد يا ماما. من عيني يا حبيبتي. علي يا ست. يلا يا ماما كلي كلي بسرعة. الملوخية دي لونها اصفر كده. ده عدس مش ملوخية. عيني يا ست. الملوخية دي الأرانب بتقولي عليها. مش ملوخية ولا أرانب، ده رأيي يعني. انا ما بحبش عدس. ايه ما بحبش العدس؟ ما تبقاش عامل زي العيال الصغيرين، كل حاجه لازم تاكلها، فاهم؟ ما تكشرش كده، بعد الغدا هننزل نتفسح. تعالوا. طب يلا كل، خلصي اكل بسرعه. كل، خلص طبعا ده بقى. فوق الميه يا اخواتي، في حد ينزل في ميه ساقعه زي دي؟ كريمه انت فين؟ انا فوق في السماء. مش معقول. اما عملت ايه في حكايه الشقه يا عطيه؟ لا عمل عمل ربنا يا حماده. اضل هو ده حكمتك؟ طيب واخرتك؟ اعملي فيا كده؟ ما ان شاء الله هتفرج يا حمادي. بس انت اصبري. بصراحه بقى انا صبري خلص. قدامك 3 اشهر تشوف لك فيهم شقه. طب لو خلصت 3 اشهر وما لقيتش الشقه؟ تدور لك على عروسه تانيه. على بالمؤاخذة يا عطية يا ابني، الظاهر أنا جيت بدري شوية،
لا ابدا يا حاج، اتفضل. انت ضيف في ميعاد صحياني تمام. لا يا ابدا، انا بقالي يومين في مصر وراجع البلد النهارده، وكان لازم اعدي عليك قبل ما اسافر. مشرف يا حاج. انا جبت لك اداره ثلاث فدادين يا عم. خد الفلوس عشان الحق اروح. ده شان النهار يا حاج. بعدهم. حد وراك يا حاج؟ ده انت في مأمن المرحوم واندي. لا معلش اصل بتساعد شويه. هو في حد بيشوفك غير كل سنه مره؟ السنه الجايه ان شاء الله لما ابقى اجيب لك الايجار هقعد معاك يوم بحاله. طب والنبي يا حاج لما تيجي السنه الجايه ان شاء الله ابقى تعالى وافر شويه. تخير في صفقات الجمال وعانست نورك نور الحياة. لقيت عطية مدينة بدالة رمي. انت زارة تفضل تدور عليها سبع سنين. تقصد ايه كلامك ده؟ قصدي حافظة المستندات اللي انت بتدور عليها. انا فاهمك كويس، انت تقصد حاجة تانية. تقصد ايه يعني؟ الشقة اللي بقالي سبع سنين بدور عليها. انت حر افهم اللي انت عايز تفهمه. انا سكت لك كتير قوي، لكن والله العظيم انا راضي ملك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا في عيل عمل. ما ده سبب ده ايه الكلام؟ حاسس ان نيته سليمه، كلمه دي زي الحساس قوي. تعال معايا، تعال 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 بس تعال. مالك يا عطيه يا ابني؟ بقالك يومين اعصابك مش طبيعي. حماتي يا استاذ ابراهيم، هددتني بفسخ الخطوبه. بس المفروض ان مشاكلك الخاصه ما تنعكسش على عملك، عشان خاطر كمان المدير ما يحرمكش من الترقيه. دافع عنه والله يا استاذ ابراهيم. ايه رايك؟ تاخد لك يومين اجازه، يمكن اعصابك تهدى ويمكن تلاقي لك حل في موضوع الشقه. عشان تتفرج عليا وانا بغسل لك الهدوم؟ ما تنزل ادي مدور لك على شقه. شو مهمله البلد يا خاله عظيمه؟ مشكله في الخليوه، اجيبه منين؟ هي عروستك مش عارفه تيجي تقعد معاك هنا في الشقه ليه؟ امها السبب. قلت لها نتجوز ونيجي نسكن هنا، قالت لي انا مش مستغنيه عن حياه بنتي. حياه بنتها؟ ليه؟ هي الشقه بقى تعبين؟ لا يا خاله عظيمه، هي قصدها ان البيت قديم، ممكن يقع على دماغي ودماغ بنتها. فلا ولا فلك يا شيخ، ده بيت متأسس من بتوع زمان، وفي زيهم دلوقتي. انا حاولت معاها كتير، لكن هي مصممه على شقه في عماره جديده. ما تبيع ثلاث فدادين وتستفاد بيهم. خطيبتي ما تعرفش حاجه عنها، اقول لها جبت الفلوس منين؟ وليه تخبي على خطيبتك؟ امي الله يرحمها وصتني ما اديهاش عشان ما تسمعش في ثروتي. ومين الراجل اللي ماتوا في اسرار؟ يعني ايه يا خالة عظيمة؟ عايزاني اخالف وصية امي كمان؟ ايوه تخالفها. امك لما وصيتك الوصية ديت ما كانش فيها عزمة اسكان. يلا يا ابني روح لخطيبتك وقول لها على كل حاجة، وبكرة الصبح تسافر البلد وتقابل الحاج عوضين يشوف لك مشتري. انا هروح للزمان زي ما انت عايزة، بس لو طلعت في ثروتي تبقى انت المسؤولة. صباح الخير يا حماتي. صباح النور يا عطية. زينت هنا؟ لا والله. ما تعرفيش راحت فين طيب؟ لا والله. طب سلام عليكم. عليكم السلام. طول ما هو بيشوفك ويقابلك هيفضل ساكت وعلى قلبه مراوح بتنيش، لكن لو يتحرم منك ولا يشوفكيش هيضرب الارض وتطلع بطيخ. واحد، انا واحد،
واحد يا باشا واحد واحد. انا قلت لك انت خدمه انت اللي ما عبرتنيش. معلش اصل كان عندي شويه صداع ما قدرتش اتكلم. لا سلامتك اتفضل معانا ادلك على الطريق. هي بعيده عن هنا؟ لا قريبه 10 12 كيلو بس. مفيش حلاوه من غير نار. ترجلان اللي قايده نار يا حاج. معلش هو صحيح المشوار بعيد حبتين لكن بكره هتاخد عليه. اخد ايه؟ ده اول واخد مره. انا مش جاي هنا تاني. انت فاكر بيع الارض بالسهل؟ لا بس انا محتاجه لاخد وعطا. انت مش بتقول عندك مشتري يا حاج؟ ايوه بس لازم تقابله. قابله ليه؟ انا هبعت لك توكيل بالبيع. لا الاصول انك تقابله وتقعد معاه. انت هنا في الفلاحين والفلاحين لهم عادات تختلف عن عاداتكم يا بتوع مصر. حاضر حاضر زي ما تحب.
بس المشتري ده بيته قريب ولا لا؟ ده قريب يا ابو هنا، ده مسافه 10 12 كيلو. كمال بيه عزيز راجل غني وابن ناس. العزيزيه دي سموها على اسم جده عزيز باشا الكبير. وعزيز باشا الكبير ده يقرب لعلي بيه الكبير يا حاج. علي بيه الكبير مين؟ علي بيه الكبير من امراء المماليك اللي حكموا مصر. ايوه 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 ابن عمه رزم. مش بقول لك ده عيلته كلها بهوات وبشوات. والثلاث فدادين بتوعها هينفعوا بايه ما دام غني بالشكلات؟ الثلاث فدادين دول كانوا بتوع كمال بيه وابوك الله يرحمه واشتراهم منه، وضروري بقى كمال بيه يحب يرجع عرضه. فهمت يا حاج. من هنا بقى تبتدي عرض كمال بيه 10 فناديق مزروعين كلهم موز وموالح، ودخل على الفراخ كمان 10 فدادين بس اللي فضلوله. كمان دي كان يحتكم على 1000 فدان، انما بقى الله يمسيه بالخير كان طايش وهو صغير بقى عرضه كلها كلها ما فضلوش غير 10 فدادين دول، انما ايه عايش من وراهم زي الملوك. ودلوقتي تشوف بعينك انت اصلك هتقعدوا من دول، مش شفتوش العز بتاع زمان؟ وعلى راي مثلنا ارحموا عزيزة قوم زل. كمال بيه سنور فاتوا عزيزة حاجة عظيم. يا ازمة بارك يا سعد بيه، هات الكرسي ده اتفضل. الاستاذ عطية. اهلا استاذ عطية. الاستاذ عطية يبقى ابن المرحوم عبد الخالق افندي. خالق مين؟ عبد الخالق افندي اللي اشترى من سعادتك الثلاث فرادين من 20 سنة. يا سلام يا حاج، عاوزنا افتكر حاجة من 20 سنة؟ ده انا مش فاكر. خد الديل ده انا مش فاكر اكلت ايه امبارح. باردون يا استاذ عطية، اصل اللي اشتروا مني كتير، هفتكر مين ولا مين. الاستاذ عطية معذور في قرشين وعاوز يبيع الارض، فانا قلت بقى مفيش حد هيشتريهم غير سعادتك. نشتري المال، انا جاهز. طب طول عمرك جاهز يا سعاده البيت. بنتي حاضر نام يا ماما، بعدين حد الجزم فيها. حاضر. ايه ده ماما عنده ضيوف. كم نفر يا بنتي؟ 2. اقول لك هات لي معاكي 4 تكواس فراخ وده 4 ووزة وجوزان أرانب، هيكفوا دول بس؟ يا بنت ما انا هعمل لحمة معاهم يا بنت. ايه حكاية الثلاث فدادين دي يا حاج؟ انا اقول لسعادتك بقى من 20 سنة اللي انا هتضلم والكلام في الضلمة ما ينفعش. قوموا بينا نتكلم جوه. عليك نور يا سعادة البيت، الكلام في النور احسن. اتفضل اتفضل. الله ينور عليك يا كمال بيه، اهو هنا الكلام يحلو. ازاز يا جماعه ازاز يا ازاز. ده سعادتي بيه تشكر. ميرسي يا ابني. ايه يا ابني انت تعبان؟ الحمار. ده انا بقول يا سعادتي بيه اصله مش متعود على ظهر الركوب. طب الحق سعادتك شويه، واحنا جايين دلوقتي حصل يعني. حاجه عوضين ما تحكي البيع حكايه، احنا هنبات هنا. حاضر يا زيد. طيب
من 20 سنة يا سعادة كبير. احنا الحقيقة يا جماعة أنا جعت وبصراحة ما عرفتش أتكلم في المسائل المالية وأنا جعان. طيب يا كمال بيه، الحاج بقى يبقى يفوت على سعادتك وأنت شبعان عشان تتفهموا على التفاصيل. أنا اتشرفت جدا بمعرفة سعادتك. إيه ده يا حاج عظيم؟ قريبك ده ليه تسك ده ليه؟ أنا غلطت في حاجة؟ طبعا غلطت. ازاي تمشي من هنا قبل ما تتعشى؟ يا فندم أنا اتعشيت خلاص، أنا واكل يجي 3 كيلو موز و2 كيلو برتقال. ده اسمه عشاء ده؟ يا خرخة. نعم يا بابا. العشاء جاهز؟ من بدري. ورايا. كل ورايا. خلي بالك من الخيرية عايز يتكسر. خيرية عايز مراجل. خيرية بقى دي بنت الكبيرة. احنا بناتي بس بنطلع في الأسامين. اتفضلوا كل. احنا بقى هنا في البيت ده اتعودنا ما نقومش من على السفرة ونسيب عليها حاجة. الأكل ده كله لازم يتمسح. مسح. إن شاء الله يا فندم هيتمسح مسح. ابني كل بجد رجع تاني لدين كل مخافش حاجة طبعا ان شاء الله هيتمسح. تشكي معانا الشاي ولا ايه؟ لا لو شربت الشاي مش هعرف انام. احنا متاسفين يا فندم تعبناك معانا. لا تعبتوني ولا حاجه. ايه بقى حكايه التلات فرنين دول يا حاج؟ ايوه انا ولد سعادتك. من 20 سنه المرحوم مرت الاستاذ عطيه اشترى من سعادتك تلات فرنين. اصله كان ناوي يقعد معانا هنا في البلد بعد ما يطلع على المعاش. لكن ربنا ما اردش بقى ومات قبل ما يطلع على المعاش. انت بتكلم نفسك يا حاج. البين هنا. اه والله صحيح يا ابني ده بينام. يلا بينا ننام يا كمان. يلا يا ابني يلا. انت ليه هاني من هالك كده برضه حاجه؟ لا شيء يا حمار. انا ما صدقتش. ولا كبيره ولا حاجه. دي بنت ناس غلابه زي حالاتنا. عامله دي اصل كمال بيه ده كان شاي هو صغير وفضايحه كتير قوي. تمام. مفيش ولا عيله كبيره رضت تتجوزه من الدهب. قامت فعال وراح متجوز الخول بتاع العزبه بتاعته. في عندك الجلابيه يا بنت بس تطلع على خير. لكن ولاد دي بيستعملوه. لسه بتتفرج على التلفزيون يا ام محمد. ما عادش حد. الله يخرب بيت ابو التلفزيون على ابو اليسار. بتكملوا ايه؟ حاجه ببلاش كده. اقراص امان. كمان؟ اسحى. ايه ده وانا غبت؟ ما فين دي اللي كانوا غبت؟ مشوا. يا دي الكسوف. قوم بقى نام في اوضتك. مش عايز حاجه اعملها لك؟ لو سمحت هاتي لي معاكي طبق يا ام علي لحسن نفسي في حاجه حلوه قبل ما انام. طيب. مالك؟ فار فار. لا تبقى بالطول العرض ده بتخاف من الفار. انا ما خافش من الاسد لكن بخاف من الفار. طب اطمن الفار سمع صريخك هرب. انت متاكد؟ انت متاكد متاكد قوي ده تربيتي. تصبح على خير. وانت من اهل ميرسي يا هانم. هو الحاج عوضين كان عايزك في ايه؟ الشاب اللي معاه كان عاوز يبيع لي ارضه. يبيع لك ارضه؟ هو انت معاك فلوس عشان تشتري ارض؟ هو انا من امتى كان عندي فلوس؟ طب قلت لهم ايه؟ قلت لهم هشتري طلب. انت عاوزني اطلع مفلس قدام الناس؟ وهتجيب فلوس من ايه؟ تتدبر. تسلم ايدك يا سوسو. بالهنا وشيفي. ان ما كنتش اكلت طبعا ام علي ده ما كانش هيجي لي نوم. هبعت لك التوكيل في اقرب فرصه يا حاج. وانا ان شاء الله هجيب لك احسن سعر من كمال بيه. شكرا يا حاج اشوف وشك على خير. لا استنى يا ولد
هات الركوبة تعالى أصل ساعات البيت. لا مش عايز ركوب، أنا همشي أحلى. ضروري. بس انا مسافر مصر دلوقتي. هو قال لي ما سيبكش الا لما تيجي معايا. يا ما زال انا عندي شغل. وبعدين بابا يزعل منك، ولو زعل هتصير البيع. امر لله. اشتركت في الجمال. العربية كانت عاوزة زق. على فكرة أنا مرة في مصر زقيت أتوبيس. بابا مستنيك في مزرعة الفراخ. أهلا عطية. أهلا يا كمال بيه. أوعى تكون زعلت مني ليلة امبارح. وحضرتك عملت حاجة تزعل؟ عشان نمت وسبتكم لوحدكم يعني. لا يا فندم دي حاجة غلط عنك، ما تزعلش. تبان عليك زوق يا جنت المال. انت شكرا. الحقيقه ما رضيتش اخليك تسافر قبل ما اتفق معاك. انت شكرا. الثلاث فدادين بتوع دول فين بالظبط؟ ارض سعادتك طب؟ ارض سعادتي 1000 فدان، يعني من هنا لغدانها، تاني حته بالظبط. هو الحقيقه الحاج عاوزين هو لعب. وعلم عوايد قد ايه؟ خوخة تعال خد البيت وديه لابوك. والفلاحين هيسيبوا الارض ولا هتفضل في حيازتهم؟ برضه الحاج عوضين هو اللي الله. انت ما تعرفش حاجه ابدا يا استاذ. يبقى لازم نبعت نجيب الحاج عوضين. اللي تشوفه ساعتها. ابعتي ندعيلي الحاج عوضين. حاضر. فطرت؟ انا مش متعود افطر. لازم تفطر، مش كويس على صحتك. يلا مد ايدك عشان تفتح نفسك. كل حضرتك هندم للحاج عوضين عشان بابا عاوزه. هنقابلهم ايه يا خوخ؟ قلت لهم فراخ معانا. مش كل الناس بتحب الفراخ. اقول لك اذبح بكروني. تعمل لنا كمان ورق عنب وكشك. انا نفسي من زمان قوي في الكشك. الله بقى على دقية البامية، على بركة ديك الروم. هروح انا بقى بسرعة عشان اندهله واجي بسرعة ساعة. خوخة ما تنساش تجيب لي نش من عند الحاج عوضين. لسه اكل نش. فدادين دول فين بالظبط يا حاج؟ جنب جنينه الفراوله بتاعت سعادتك على طول. يعني مفيش مالك تاني بين الجنينه وبينهم؟ لا يا سعاده البيت مفيش. ومين المستاجر الارض دي؟ اللي هو ابن غوري الاعرج. وده مستعد يخلي؟ لا دي مسؤوليتي انا بقى. قبل ما نكتب العقد الابتدائي هجيب لك منه اقرار بكمان. يبقى مش ناقص بقى غير نتكلم في السعر. مالك يا استاذ عطيه؟ لا مفيش. انا اصلا ما عرفتش انام امبارح. بس امبارح حاجه يا سعاده البيه، مش امبارح بالليل اللي الاستاذ عطيه خاف من الفار. اي والله العظيم دخلت عليه لقيت يا حاج ما فيش وقت للحكايات دي. اسال كمال بيه هيدفع كام، خلينا نخلص. حاضر يا سيدي. طيب يا بابا انا الغدا جاهز يا بابا. اتفضلوا معانا يا جماعه. انا مش هقدر. احنا لسه ما اتفقناش على الثمن. اسمع كلامي وخليك معانا احسن لك. استنى انت هنا واسمع كلامي يا حمار. بالهنا والشفا يا استاذ عطيه. طبعا انت عارف بقى عوائدنا في البيت دي.
طبعا يا فندم. الاكل ده لازم يتمس مس. الشكل ده محدش يشتري ابدا يا حاج. ما هو التمن اللي سعادتك بتعرضه ما يرضيش حد ابدا. طب انا هزود 100 جنيه كمان في الفدان. يعني انت جيت في جمل يا كمال بيه؟ زودها شويه. انا ما اقدرش ازحزح اكتر من كده. يا انا ماليش دعوه بقى، اسال صاحب الشأن. الله، انت بتدور على مين يا سعطية؟ ما هو انت صاحب الشأن. صاحب الشأن في ايه؟ السعر اللي انا عرضته عجبك؟ عجبني. عجبك ازاي يا سعطية؟ ادي صاحب الشأن اللي قلت له اساله. ده اهبل يا سعادة البيه، اهبل. هياخد كلام واحد اهبل. خلاص مش شاري. لا 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 لا، هو سعادتك زعلت ولا ايه؟ هتقبل بالثمن اللي عرضته ولا لا؟ ما تروق المال كده يا كمال بيه، روق. العشاء جاهز يا بابا. لا انا في عربيتكم، مش هقدر احط لقمه واحده فيكم. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ ما تشوف لك طريقه قريبه تجهز. ما ترجعش البيعه مننا لسه ما اتفقت على الثمن يا اخي. يا اكله وتفوت لحد يموت. يلا اتفضل. اتفضل. مات. هجازوه في المستشفى. مستشفى؟ ليه؟ وعنده ايه؟ عنده تلبك معوي. وده جاله منين دي؟ ده اكلته ضعيفه يا حبة عين. دي جات من عند ربنا علشان الحق ادبر له الفلوس. هو انت ما عندكش حاجه ابدا؟ لا، معايا 2000 جنيه حدهم له عربون والباقي يتدبر. اللي اكلت الكنافه بالكريمه اللي عملها لك على العشاء؟ لا ما اكلتش حاجه. او نجيب لك طبق. سدي نفس الساعتية. الله يسد نفسه. انت الليلة دي حلوة كده ليه؟ لا يا سيد. اديكي فتحت نفسي. قومي هات لنا بقى طبق الكنافة. لا لا لا، والنقول لي خليها بعدين. بعدين يا سوسو، خليها بعدين يا سوسو. انا ما شفتش في حياتي ناس بالشكل ده. بروحوش. يا ابن الخير عندهم كتير. ما ياكلوش زي الوحوش ليه؟ بالاكيد هم السبب في ازمه اللحمه الموجوده في مصر. لا يا ابن السادة، انت اللي مصيرينك نشفت بالاكل الورديح بتاع مصر. صباح الخير عليكم. يا صباح النور. ايه ده؟ انت لسه قاعد في السرير؟ قوم. اقوم على فين؟ الدكتور عايز يتوقع. الحمد لله. لو سمحت حاجة عربية، نشوف لي تاكسي نازل من مصر. مصر ايه؟ مفيش سفر. الدكتور قال لازم تستريح هنا ويا. اتفقت معاه انك تقعدوا عندي انا. هيا عربية نقعد في المستشفى احسن. ايه بترفض دعوتي؟
ايه قريبك المجنون ده يا حاج عوضيه؟ لا لا يا سفيرة لا 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 ده سيد ده سعطية ده سيد العليم. اسمع كلام البيه يا عطية، وانت بتقول تقعد في ضيافة كلام البيه. طب انا هاجي بس ما اكونش عندك مكانت انت حر. امال ايه؟ استنى بس يا كلام البيه، استنى بس. هو عطية هيقعد هنا كتير؟ ولا ما انا عارفه، ابوك بيقول اسبوعين ولا ثلاث. وهيلف ايه؟ انا اديته قميص، وانت كمان بيديله جلابيه من بتوع ابوك. بالنسبه لك طلع واسع عليا شويه. معلش يا استاذ عطيه، ان شاء الله الجلابيه دي تيجي على قدك. شكرا. إيه تحب تتغدى ايه؟ ولا حاجه، انا متفق مع باباك ان انا مش هاكل نهائي. دي معقولة؟ يا بالنظر انا ما عنديش استعداد اعمل غسيل معدة تاني. طب حتى طبق شرب؟ اذا كان كده معلش. تحب تشرب شوربة ايه؟ مية، شوربة مية، لا زبدة ولا سمنة ولا حاجة خالص. حاضر، جلابية اهي. هذا الاكل اللي كانت هتدخل في صباعي ازاي دي؟ انا كنت عملت فيك ايه عشان تقعدي مكشره كده؟ ما عملتيش حاجه. زعلانه قوي عشان المحروس ما بيجيش؟ انا مش قلت لك هيطفش؟ يا اختي دول كلهم كام يوم اللي غابهم عنك. ايوه بس مش معايا انا. وحياه امي كلهم يومين اتنين وهتلاقيه راجع لك زي الكلب الكربان. كان الميكانيكية في أيامنا بيكسبوا زي دلوقتي أكيد كنت طلعت ميكانيكي. اصل كنت سرحان شويه. وسرحان في ايه على الصبح؟ عايز اروح للحاج عوضنا انتهي من حكايه الارض دي. لا اصبر لما بابا يوصلك، اصل المسافه طويله ومش عاوز تتقطع. وكمان بيروح فين؟ بيوصل اخوات في مدارسه. وانت ما رحتيش مدرستك ليه؟ قصدي ما رحتيش الجامعه ليه؟ انا لا بروح مدرسه ولا جامعه. ايه خدت ليسانس خلاص؟ لا ليسانس ولا بكالوريوس، انا ساقطه اعداديه. حلوه النكته دي. انا بتكلم جد،
عمركش شفت بنت خابت في المدارس؟ ايوه بس مش باين عليكي. وهي البنت الخايبه بيبان عليها؟ اهي بنت زي كل البنات. انا قصدي انه مش باين عليكي انك زعلانه عشان ما كملتيش دراستك. وازعل ليه بس؟ انا طالعه لامي بالظبط فلاح. انت عارف ان ماما فلاحه بنت فلاح؟ ايوه عارف. طب وايه رايك فيها؟ ست عظيم. او انا كمان بنت عظيم. انت مجنونة زي ابوها كمان. عزاه الزهر كده زمان كنت غاوي عربيات. حضرتك غاوي عربيات زمان؟ تمام. خد بلاش. يا ابني انت قلقان كده ليه؟ عايز اعرف راسي من رجليه. ادي راسك وادي رجليك. ما تقلقش كل شيء تمام. قولي والعروس طلع على قدك؟ واسع شويه. خلاص خليك قاعد معانا كام يوم لغايه ما تكبر يبقى على قدك تمام. انا بس عايز اعرف هنمضي العقد الابتدائي امتى؟ مش لما يتكتب العقد الاول؟ ده بيتكتب امتى؟ وانا بوصل بنات المدارس كنت على المحامي بتاعي وقلت له اكتب العقد قال لي بعد اسبوع يبقى جاهز. اسافر انا مصر وبرجع بعد اسبوع. تسافر مصر تحب بايه؟ ايه وراك هناك؟ وراي مصالح. انا عرفت من حاج حوضين انك واخد اجازه شهرين. مصالح ايه بقى اللي وراك؟ انا مش واخد على عيشه الارياف. طول عمري عايش في القاهره. تبقى مغفل. نعم. واد عدين. تعال يا بر العربيه. فردون يا أستاذ عطية، أنا مش قصدي أهينك. أنا لما كنت في سنك كده كنت عايش في لندن وباريس ونيويورك. صدقني ما استريحتش غير هنا في العزيزية. جايز، بس كل إنسان له طبعه. أنا لما أخد عليك هبقى أحكي لك تاريخ حياتي، بس عاوزك تنسى حكاية نزولك مصر دي. اللي هو ابن عابدين اتعود على الشغلانة دي. هو حضرتك محتاجني هنا في حاجة؟ أنا هنا مش ناقصني حاجة أبدا، انما احيانا احتاج لانسان ياكل معايا اتكلم معاه، انسان تاني غير مراتي وبراتي، راجل زي زيه. فهمت؟ الحقيقه مش قوي. بكره لما تبقى في سني هتفهم كل حاجه. انا كل اللي بطلبه منك تقعد معانا هنا يومين ثلاثه، دي خدمه مش هنساها لك طول عمري. بس انا اللي بعرف اقول نكت ولا بحكي حكايات. انا مش طالب منك تمثل لي دور شهرزاد. انا عاوزك تفتح لي قلبك وافتح لك قلبي. ان شاء الله في الصيف هدوقك الخوخ مفيش زيه في مصر. والدك قال لي ان الخوخ بتاعكم مش موجود زي في مصر. طب وانت رايك ايه؟ للاسف ده مش الموسم بتاعه، عشان كده ما اقدرش احكي. لازم اجيبه الاول. ايه مالك؟ بتبص على الورق كده ليه؟ شايف البرتقال دي مش سليم. عيانه. عيانه؟ عندها انفلونزا؟ لا دي مصابه بمرض اكار الصدأ الورق. المرض ده بيصيب الاوراق بشده وخصوصا السطح السفلي، يسبب اعراض صدائيه على السطح السفلي عند الحواف، ثم يمتد مع العرق الاوسط ويسبب التفاف الورقه طوليا، وقد يصيب البراعم الزهريه ويسبب قصر العناقيد. انت معاك بكالوريوس زراعه؟ لا انا لا معايا لا بكالوريوس ولا لسانس. انا خايب يا نساء. ما خدتش مجموعة في سنة عامة فما دخلتش الجامعة. وما جبت الكلام ده كله منين؟ هواية. كان نفسي أبقى مهندس زراعي. ولما ما قدرتش بقيت مهتم قوي بقراية كتب الزراعة. أنا بلا فخر أفهم أحسن من أحسن مهندس زراعي في مصر.
انا بقى مش هعزم عليك يا استاذ عطيه. كل على راحتك. متشكر يا سناء يا هام. اهو كده سيبيني على راحتي اسلم. ما درتش يا بابا ان الشجر البرتقال عندنا طلع مصاب باكار استاد الاوراق. الله، انت جبت الكلام ده منين؟ مني انا. مش الاستاذ عطيه طلع بيفهم في الزراعه احسن من احسن مهندس زراعي في مصر. بالذمه؟ هي الانسه يا خوخه بتبالغ شويه. ابدا والله يا بابا، ده النهارده الصبح اداني حته محاضره ازاي نقاوم البراد الدقيق. عظيم عظيم، دي مفاجاه مذهله ليا يا باشمهندس. انت نورتنا. بكره الصبح تنزل معايا كمان وتشرح لي حكايه الاكر ده بتاع الاكرس. اكرس 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 بتاع الاوراق ده. يعني كده انسجم مع البنات بسرعة. أصله غلبان لما قطع من شجرة، ملوش لا أخ ولا أخت. لكن أمه عايشة. أي دي بقى نسيت أسأله فيها، إنما هسأله. ألا قولي لي يا أم محام، تعرفي إيه عن الأستاذ عطية قريب الحاج؟ من ناحية ايه يعني يا ست سمية؟ من كل ناحية يعني. هو تقدم لست خوخي؟ لا لا لا، ولا تقدم ولا حاجة. اصل البيه بتاعنا عزم النهاردة عندنا في البيت، وانا حبيت اطمن يعني. واجب يا اختي واجب، ده انتوا بيتكم ما شاء الله مليان عرايس، والسؤال مش عايز. قولي لي بقى، تعرفي ايه عن اخلاق؟ الحقيقة الحاج عواضين بيشكر فيه، وكل ما ينزل مصر يديله الايجار يرجع من عنده نازل متحفي. طب هو بيشتغل فين؟ مستوظف حكومي، بس فين معرفش. هو لسه عازب مش كده؟ ايوه عازب. انا كنت سمعت زمان انه خاطب واحده من ناحيته، لكن حصل ايه في الحكايه معرفش. الظاهر يا ام محمد انها ما نفعتش، ده مش لابس دبله في صباعه. يا جوز ده حكايه قديمه من مده 7 سنين. 7 سنين؟ في حد يفضل خاطب 7 سنين؟ ده كان زمانه اتجوز وخلف كمان. الحاج عوضين كان قال انه لا بيدخن ولا بيشرب منكر ولا بيلعب قمار. يبقى ما فاضلش غير حاجه واحده بس اسال عليها. ام عايشه؟ لا تعيشي انتي. الحمد لله، قصدي يعني الله يرحمها. المبيد اللي ساعتها كنت بستعمله؟ اظن كنا بنستعمل الكبريت. كبريت مايكروني ولا كبريت قابل للبلل؟ اهو كبريت وخلاص، مش عارف اذا كان قابل للبلل ولا مايكروني. لا كمال بيت، كبريت المايكروني احسن كتير قوي. وكنت بتكرره يا باشا كام مره؟ مره او اتنين. غلط يا كمال بيه، لازم 5 مرات، وبين كل مره مره 21 يوم. الشجر حالته سيئه جدا، لازم تبتدي الرش باسرع ما يمكن. ايه رايك تبتدي انت بدالي؟ انا؟ ايوه، ننزل انا وانت بنها نشتري المبيدات ونتفق مع الانفار اللي هيساعدوك، وانت هتشرف عليهم واجرك محفوظ.
كمان بيه ده انا كلها يومين وراجع مصر. ابتدي انت الاول وانا هكمل. واديك متسلف اليومين ثلاثة اللي انت عيدهم واجرك محفوظ. المسألة مش مسألة فلوس. انا عارف انها مش مسألة فلوس. خدمة انسانية بطلبها منك. ايه رأيك؟ طبعا يا احب اساعدك. بتعرف تظبط البحر؟ علميني. تعال اقعد وانا اعلمك. مش وشك انت تنور. اخد بابا. بص بقى. تأكلها حبة حبة. تعمل زي ما بعمل بالظبط. حاضر. البت صعبانة عليا قوي يا كمان. أنا بنت فين؟ هو في غيرها خيرية؟ مالك خيرية؟ ما هي كويسة. هي دي عيشة اللي عايشاها. طول النهار عايشة في وسط الفراخ والجاموس والأرانب. خوخة عمرها ما اشتكت من عيشتها. وإحنا يعني هنستنى لحد لا تشتكي؟ الله، ولا في دي اعمله ما عملتوش دراسه ما نفعتش فيها وجواز ما حدش تقدم لها. يوه يا كمال، هو في حد بيشوف عشان يتقدم ليه؟ دول ست بنات هنخلص منهم على امتى؟ البنات لسه صغيرين. لا، خوخه كبرت وكبرت قوي كمان، والناس قالوا له اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. الله الله، عاوزين ادلل على بنتي. وتدلل عليها ليه؟ ما العريس جالك لحد عندك اهو. مين؟ قصدك عطيه؟ ايوه عطيه. مال عطيه؟ عليك اعتراض عليه؟ لا ما عنديش اعتراض، بس الراجل ما اتكلمش ولا عمره هيتكلم طول ما شايفها بالشكل ده. الله، انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ خاخه لازم تتوضب. وضب ايه؟ ولازم كمان تلبس وتتقدم. انت كيف؟ ولما يتقدم لك عطيه تقبل على طول. لا لا، هقول لا زي كل الابهات ما بتعمل، وبعدين هوافق على طول. تحويلا اخباريا لاحد انباء النشر. الأستاذ عطية شرف الدين لو سمحت. الأستاذ عطية؟ في أجازة طويلة. لمدة قد إيه؟ لمدة شهرين. مع السلامة. مع السلامة. مقليش خالص إنك تاخد أجازة. وأنت هتحياني نفسك ليه؟ اختفي رجلك لحد بيته وشوفيه مال. أنا أروح لنفسي؟ وفيها إيه يا زينات؟ مش خطيبك؟ ده بقاله أسبوعين ما سألش عليا، وأنا ما عنديش كرامة؟ يعني عايزة الراجل أمك تزعله وبرضه يجيلكم؟ ايوه، هو ماله مال ماما؟ ده جاي لي انا برضه. صعب عليه يا زناد، بلاش عنده امال واسالي عليه، يمكن تعبان ورايد في البيت. لو سمحت، هو البيت ده نمره كام؟ نمره 11 يا مدموزيل. 11؟ ووقع امتى؟ من اسبوعين كده. هو في حد من السكان مات؟ محدش نجي، كلهم ماتوا. كلهم ماتوا؟ ربنا يصبرك على بعده. أنا رحت زرته مرة، بيت قديم، كل شق فيه قد شق التعبان. قال إيه، كان عاوز بنتي ياخدها تسكن معاه هناك. الحمد لله ربنا كتب لها عمر جديد. حسرة على شباب وسبع سنين يدور على شقة ومات من غير ما يلقاها. الو، اديني الاناسه زينات وحدي لو سمحت. زينات ما جاتش النهارده، لما تيجي نقول لها مين؟ انا عطيه. ايه بتقول مين؟ خطيبها. يا فندي يا بارد، بلاش الهزار التقيل ده، هما ناس ما عندهاش دم صحيح. ايوه لو سمحت اديني النمره تاني، اصل السكه اتقطعت. النمرة مشغولة يا أستاذ. شكرا.
جبت المبيدات يا كمال بيه؟ عشان تعرف قيمة العزيزية. كلمت مصر يا سيدي؟ ظهر التليفون خربان. تليفونات بس. تصدق بالله أنا زمان عرضوا عليا أشتغل وزير، قلت لهم فين؟ قالوا في القاهرة طبعا، قلت لهم لا يفتح الله. ما لقيتش على 5 جنيه بس. احنا الدولار فاضلين. امال فين ال 2000 جنيه اللي كان في الدولار؟ طاروا. والهدوم اللي اشتريتها الخوخه والمبيدات اللي اشتريتها امبارح خلوني على الحديده. ايه؟ امال هتدفع منين لعطيه العربون؟ تدبر. يا خرابي انا ماليش في البيت دي يا اخواتي. انا قابلت فيهم يا خوخه. خوخه. بيتي يا خوخ. ايوه يا ماما اطلعي عندي دلوقتي يا بنت. اما حني حمار. طب والله ان ما دخلتي دلوقتي لانزل احميكي بالكبده دي. قلت ايه بقى؟ وهو وهو فحيناني امبارح ابوكي دفع عبال ما قلبه في الهدوم دي عشان ايه؟ والجهاز الجديد اللي انت راقده عليه لوحدك ده عشان مين؟ معرفش يا بنت. ابوكي اشترى الهدوم دي عشان تلبسيه. ما انا هلبسه. ايه انت ان شاء الله؟ يعني لما تيجي مناسب؟ لا هتلبسه بقى والنهارده. يا سلام عليك يا ماما. عاوزاني البس فستان جديد عشان احمي الحمار؟ حمار ايه يا بنت اللي انت مهتميه بيه؟ واسال بقى الحمار التاني اللي قاعد في البيت. هو احنا عندنا حمار تاني في البيت؟ ايوه عطيه. سلام عليك يا ماما. بطل الهزار ده بقى. عاوزاني احمي عطيه كمان. يا خرابي اعمل في فيها يا بنت عشان تفهمي. يا بنت الجدع ده نضيف عندنا، هم قبل ما نظهر قدامك مظهر كويس. حاضر يا ماما هحمل الحمار واطلع البس على طول. ما تجيبليش سيرة الحمار احسن ثلاثة بالله العظيم لا تذبحه واكل جولك على الغدا. قلت ايه بقى؟ ثم تعالي هنا. انت ما بتنضفيش حاجة ليه يا بنت؟ بنت ما بتنضفيش حبك ليه؟ ما بتزرعيش ليه؟ ما بتحطيش حبة أحمر في خليتك ليه؟ وكل ده برضه عشان خاطر الضيف اللي عندنا؟ طب وفيها ايه يعني لما نظهر كويس قدام الناس؟ ما الحاجة عوضان بتجي لنا كل يوم والتاني، ما بتقوليش كده ليه؟ يا بنتي يا هاي هتجيبي عوضين لعطيه. يا ماما يا ماما عطيه جاي يبيع ثلاث فتاتير وماشي على طول، مش جاي عشان يتجوز. اصلك لسه صغيره ما تعرفيش في الرجاله ولا تفهميش فيه. ده مش طايق يقعد معانا بابا اللي ماسك فيه بالعافيه. هو انت يا بنتي كنت بتديله ريحه عشان يقعد وما قعدش. يا بنتي حرام عليكم حرام. ده انتوا ست مصايب ست كوبر. هجوزكم امتى يا خرابي؟ ما تزنوش اخواتي. انت ما عندكوش الا مصيبه واحده. لا ريحكم منها خالص. ايه العظمه دي يا باشمهندس؟ ده انت قربت تخلص. البركه في الرجاله كمان دي. لا البركه في همتك انت. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. ما تبالغش يا كمال بيه، انا مجرد هو مش محترف. لا بجد دي مبالغه، انت عملت عمل رائع. يعني حضرتك راضي عني جدا، عشان كده هزود لك المكافاه اللي اتفقت معاك عليها. انا مش عايز زياده ولا حاجه، كل اللي طالبه من سعادتك ان انا نمضي العقد الابتدائي. طب مش المهم خلصوا خلاص. انا في الحقيقه اصلا اتلبخت في حكايه الشجر التلفان ده. بكره الصبح وانا بودي البنات المدارس اعد عليه. النبي كمان بيه ما وصفش. وصلي ده انا مهتم بالموضوع ده اكتر منك. تعالى بقى وريني فين الكهرباء.
امتى زمان اسمع يا جميل وعود معك على شاطئ النيل. يا ترى يا هل ترى من هو الجميل ده اللي قاعد تغني له في نص الليل؟ عاوزة تعرفي مين هو سنية؟ شبابي، الشباب اللي ضاع مني من غير ما احس. يا اخويا اللي راح مين؟ مالك؟ ما انت زي الفل هو في عز شبابك. انا خلاص انتهيت، كبرت واللي كان كان. كلام ايه الجديد ده اللي بسمعه مين؟ النهارده الصبح شفت عطية واقف في وسط الجنينة مع الأنفار، لقيته مليان شباب وحيوية. بصيت لنفسي لقيتني كبرت وشخت زي شجرة الجنينة. ما هو انت اللي ما تاخدش ملك من نفسك. يا ما قلت لك 100 مرة تأجر لك نفر ياخد باله من الزراعة وانت تقعد وتستريح ما لدش عليه. يعني أنا كنت لقيت وقلت لأ، وبس لو كان عطية يرضى. يو ما تتكلم معاه في الموضوع ده. أنا اتكلمت معاه قال لي لأ، ما حبش عطينا في الفلاحين. مالها الفلاحين؟ هو في أحلى من عيشة الفلاحين؟ قالش هو اللي مغفل. وأنا قلت ألف وش ولا اتكسبتش، قلت له يا عطية يا ابني أنت مغفل، وبرضه ما وافقش. لو كان ربنا يهديه ويقعد يخطب البت خوخي. احنا في ايه ولا في ايه يا استهاني؟ من معنى واتجوز خوخي غصب عن عينيه هيقعد هنا اهو ويسليك. لا انا عاوز اقعد هنا باختياره، ما حدش يغصب عليه. ما هو البني ادم مننا اعمى، تبقى الجنه قدام عينيه ومش شايفها. يا جميل انت حلو. يلا حبيبتي الدرس 35. الدرس 35. الاسد والفار. الاسد والفار. الاسد والفار. اليومين اليومين الفار جيسي خرج خرج الفار خرج الفار يبحث على الضوء. كويس. وكان الاسد وكان الاسد يركض تحت الشجر. عظيم. غلط الفار غلط الفار يمشي ومشى ومشى على وجه على وجه الاسد. الاسد برافو. أبيت هي الغابة فيها فران؟ النار يا حبيبتي، الفران كانت عايشة في الغابة الأول وبعدين زرقت من حياتها جت عاشت معانا هنا. ليه يا بيه؟ عشان ما عندهمش فيديو هناك. في حد يعرف يعيش من غير الفيديو؟ شكلك متغير دلوقتي، خدت بالك؟ طبعا دي حاجه باينه قوي، شعرك وفستانك شكل الكوره بقى حاجه تانيه خالص. كده احسن ولا الاول احسن؟ يعني هو دلوقتي احسن، بس برضه الاول كان احسن كتير. متهيألي اني كنت منسجمة مع كل حاجة هنا. يعني دلوقتي بقيت مشاز؟ لا انا قصدي انك دلوقتي بقيتي زي بنات مصر. الاول كنت مختلفة عن اي بنت بتعيش في القاهرة، لكن الاول يعني كنت شخصية مستقلة. انا كنت فاكرة ان مفيش حاجة بتعجبك ابدا في الارياف. انا قلت ان مش واخد على عيشة الارياف، لكن مش معنى كده ان مفيش حاجة عجباني فيه. ويا ترى ايه اللي عجبك عندنا؟ والدك بس والموز. الموز هنا طعمه حلو قوي. البروق يا قوي طعمه هنا حلو. البروق بالذات يجنن يا ست بروق. احلى حاجه هنا انت لسه ما عرفتهاش. ايه؟ صوت الكرمان. سمعت صوته قبل كده؟ لا الحقيقه احنا في مصر بنسمع صوت احمد عدوية. طب بكره الصبح بدري هصحيه، وقتك نروح نسمعه سوا. هو الكرمان عندكم بيغني فين؟ في الجنب.
بتيجي هنا كتير؟ لما بكون متضايقة، بعد ساعة واحدة بنسى كل اللي كان مضايقني. أنا الإنسان ممكن ينسى الدنيا بحالها، مش بس الحاجات اللي مضايقاه. رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. انا مستعد اعمل لك طبق فول مدمس اطعم والذ من ديك رومي. سيادتك لازم تنشر الوصفه دي في الجرايد، هتبقى خدمه كبيره قوي للناس يا كمال بيه. شوف بقى انت، ما دام نفسك اتفتحت في الاكل كده زينا، اوعى ترجع لعوايدك القديمه. عاوزك تاكل باستمرار، باستمرار زي انا كده. باستمرار ازاي؟ ده انا راجل على قد حالي، اجيب فلوس منين؟ بمناسبه الفلوس، بعد ما نفطر هاخدك مشروع صغير. لحد فين يا كمال بيه؟ لحد طنطا. طب كل كل معلم حسنين ده اكبر تاجر فكه في الغربيه، طول عمرنا بنتعاون معاه. ادعي بقى لربنا انه وفقنا في البيعه دي عشان تاخد فلوسك. انا مش مستعجل على الفلوس يا كمال بيه. لا لا، انا عطلتك معايا كتير وضميري بيقلبني. والله العظيم انا مش مستعجل على الفلوس. يا راجل بلاش مجامله، انا طلبت منك تقعد اسبوع، لكن انت بكرم اخلاقك قعدت اكتر من شهر. ثلاثه بالله العظيم ما انا مستعجل على الفلوس. انت فعلا انسان نبيل، وانا بنفسي هجيلك مصر عشان اشكرك على كل حاجه عملتها معايا. كمال بيه، انت مش بعت لي محصول السنه دي والسنه الجايه كمان؟ مظبوط. امال عايز تبيع ايه تاني؟ محصول السنة اللي بعد اللي جاي. يا سلام عليك يا كمال بيه، طول عمرك ايدك سايبة. احنا مش في ايد انا دلوقتي، احنا في ايدك انت. هتدفع كام؟ عشان خاطرك زي السنة اللي فاتت 15 باكو. ليه بقى يا معلم؟ انت هتبيع بنفس الاسعار السنة اللي بعد الجاية؟ الاسعار بتغلى يوم بعد يوم. يطلع مين بسلامته؟ الباشمهندس عطية اللي ماسك الجناين بتاعتي. تشرفنا يا باشمهندس. امال ما كناش بنشوفه ليه؟ اصل كنت شايل وقت عاوزه. قلت ايه بقى يا معلم؟ عشان خاطر الباشمهندس انا هزودك 2 باكو كمان. 2 باكو بس؟ يلا بينا يا كمال بيه، ظهر المعلم مش ناوي يشتري. ما تقعدوا امال، التفاهم حلو، يرضيك كام يا كمال بيه؟ استنى انت يا كمال بيه، انا بقى اللي هتفاهم مع المعلم. انت ناوي تشتري بكام يا معلم؟ اخر كلام 18 باكو. يلا بينا يا كمال بيه، قلت لك المعلم مش بتاع شراء. ما تقعدوا امال، التفاهم حلو، قول لي انت يا باشمهندس يرضيك كام؟ اخر كلام 30 الف.
يا ليه يا كمال بيه، انت جايب لنا معاك الباشمهندس عشان يخرب بيتي؟ خف عليه شويه لابتين البيعه. ما هو اذا كان المعلم مش عايز يشتري، انا عندي 100 معلم. لا يا اسود لا، انا ما زعلتش من المعلم حسنين. تعيش يا كمال بيه، وانا عشان خاطر كلمتك ديت هدفع 20 باكو. لا يا كمال بيه، اتكلم لحفظك انا. انا كنت نادر اقرا فتحه الشيخ العرب لو بعت ب 15000. اديك بعت ب 20000، لازم سعادتك بقى تذبح عجل. تعالى نشتري عجل ونذبحه. براحة طية بركاتك يا شيخ العرب. ان شاء الله لما نرجع العزيزية ابعت اجيب الحاج عوضين نكتب العهد الابتدائي وتقبض فلوسك. خلاص اللي تؤمر بيه ساعتها. مالك مش فرحان ليه؟ ايه بالعكس انا هموت من الفرح. ممكن اكتر منك خدمه صغيره. انا مش هسيب الحاج عوضين الا لو جبته معايا. انا عارف انت مستعجل قد ايه. لا لا لا، انت فهمتني غلط. انا مش عايزك تروح للحاج خالص. امال هقول لبابا ايه؟ قوليلي انك ما لقيتهوش. عاوزني اكدب على بابا؟ يا ست كدبه، بابا مش هتضر حد. طب انت عاوزني اكدب عليه ليه؟ اكتشفت الايام اللي قضيتها هنا كانت اسعد ايام حياتي، ولو مضيت العقد هضطر اسيبكم وارجع مصر، وانا مش عايز اسيبكم بالسرعه دي. الدنيا طارت ولا ايه؟ عطيه انت ايه اللي جابك بدري كده يا ابني؟ انا صحتك من نوم يا حاج. ايوه نبقى خلصين، انت صحتنا مره وانا صحتك مره. طب بس قول لي ده ساعات كمان مين في حاجه افترضت؟ لا لا لا، ده انا جاي لك عشان اقعد مجاور العرش. انت خدت منه الاقرار؟ ايوه الاقرار جاهز في جيبي، انما ايه؟ خدت منه بالعافيه، ما كانش عايز يخرج من الارض ابدا. طب خليه معاك يا حاج. ليه؟ انت عايز توقف البيعه ولا ايه؟ لا لا انا عايز اجلها شويه بس. الله، وتأجلها ليه؟ يعني ظروف بس كده. ولما تأجلها ناوي تسافر مصر ولا تقعد هنا شوية؟ والله لسه ما فكرتش يا حاج. ما فكرتش؟ ما فكرتش ازاي وانت رسامها؟ رسامها؟ طبعا، تحليت القعدة عند كمال دي وقلت يا دي اقعد اتمتع بيها يومين كمان، مش كده ولا ايه؟ ايوه هو كده. يا لئيم، انا اللي كنت بقول عليه تهبل. ماما امبارح كانت بتزور ناس قريبه من طنط، وراحت عشان تقرا الفاتحه للسيد البدوي، شافته هناك. يا بنتي يا روحه. بركاتك يا شيخ العرب. ومن حوالي شهر واحد ضرب تليفون عندنا في المكتب وقال ان عطيه ده محضر الحادثه وفي اسماء كل المتوفين. قلتي لي بقى اسم خطيبك ايه؟ عطيه شرف الدين. بكره مش موجود هنا. صحيح. خدي شوفي بنفسك. فعلا اسم مش موجود في البيت ساعه ما وقع. طيب لو صحيح ما طلعتش روحه، امال ما حدش شافه من نهاريها ليه؟ الله اعلم يا مدام، والغالب اجيته معاه. عطيه لسه في اجازه يا انسه. هي اجازته هتخلص امتى؟ بعد حوالي 10 ايام. حضرتك ما شفتوش خالص اثناء الاجازه؟ لا والله يا بنتي. طب حضرتك ما تعرفش هو خد اجازه ليه؟ والله يا بنتي
عطوي كان بيعتبرني زي والده بالظبط وما يخبيش عليا حاجه ابدا. بعد خلافه مع ست والدتك اعصابه تعبت قوي، فنصحته انه ياخد اجازه عشان خاطر يستريح اعصابه ويشوف حل لمشكله الشقه. يعني ماما هي السبب؟ بصراحه طبعا ايوه. مش طايق النضارة. تلاقي نظرك اتحسن دلوقتي. بس عرفت ادم كان بيحس بايه وهو عايش في الجنة. بس اوعى تعمل زيه وتسيب الجنة. المفروض الابناء ما يكرروش اخطاء الاباء. معقولة تبقى الجنة بين ايديا واسيبها؟ يعني نويت تفضل هنا على طول؟ يا ريت يا كوخة يا ريت. وايه اللي يمنعك؟ الف حاجة وحاجة. طب قولي حاجة واحدة بس. وظيفتي مثلا بقى خايف تضيع منك وظيفة صغيرة ومش خايف تضيع منك الجنة بحالها؟ أنا صحيح موظف صغير دلوقتي، بس بعد 20 سنة هبقى مدير عام. موت يا حمار. والله لو صبرت 50 سنة عشان أبقى مدير عام هصبر. أنت ليه مهتم قوي بحكاية المدير العام دي؟ وعد. وعد اديته لأبويا الله يرحمه قبل ما يموت. بس كان نفسه يبقى مدير عام وما قدرش. وهو على فراش الموت قلت له موت يا بابا وانت مرتاح وانا هبقى مدير عام بدالك. وابوك مات مرتاح؟ اخي ضحى. مش حرام هو يموت مرتاح وانت تعيش مش مرتاح؟ خليك صريح مع نفسك، لو سافرت مصر هتعيش مستريح؟ انا هسيبك مع نفسك تفكر واللي تحكم بيه انا راضية بيه. معقول اسيب الكروان واروح لاحمد عدوية؟ ما هو لسه بدري يا ماما. انتي مستعجله على ايه؟ لسه بدري. طيب اما تشوف روايه دعاء الكروان دي يا خيفه. والنبي يا ماما تتريقي عليا تاني، لحسن والنبي لحافظ نفسي في الاوضه وماني خارجه منها خالص. اما تغسلي الغسيل الاول احبسي نفسك زي ما انت عايز. خدي معاكي الجلابيه العاطيه والدهان وغسلي الغيارات بتاعها. كمان بيه. صباح الخير يا عطيه. فطرت مرتين، مره اول ما صحيت من النوم ومره دلوقتي. طب خد لك نفس. انا ما بشربش السجاير، عايز اشرب شيشه. الشيشه اخف ضررا من السجاير. ثم الطباق ده انا بستورده من باكستان. يعني مش هكح؟ محدش يقدر يكح معايا. خد. غريبه، اول مره واحد يكح معايا. خلاص يا كمان بيه، انا بطلت اكح معاك. اذا كنت لسه مقتنع ان وجودي معاك ينفعك انا مستعد افضل هنا. انت خدت القرار ده بارادتك؟ بارادتي. محدش ضغط عليك؟ ده اول قرار في حياتي اخده من غير ما حد يضغط عليا. مبروك. الله يبارك فيك. كمان بيه، انت ليه مستغربتش لما رجعت في كلامي وقررت اشتغل معاك؟ واستغرب ليه؟ انا مفيش حد يكح معايا ابدا. ساعه ما حطيتك في نافوخي وقلت انه هيقعد هنا علشان يساعدني كنت متاكد ان هيجي اليوم ده وتوافق. قوم بينا اذبح لك خروف. بالمناسبه دي تستاهل اذبح لك جمل، بس يا خساره ما عنديش جمال. لا بقى الخروف اللي ليه بمقامك ده كويس. لا ده وش ده. انت مقامك كرش.
ده تعالى بقى بدي ايدك معايا. انت ذبحت خرفان قبل كده؟ ولا فرخ حد. من هنا رايح اتعلم حاجات كتير. عطيه المفتاح ده كان في جيب القميص والدجلة دي كمان. انا هقولك على كل حاجه. هتقولي بعد اللي شفته بعناية. سمعت الخيرية نولين الملاح. متشكر. ده ايه يا خوف؟ ما تاخدي بالك من عطية، اصل بيحب الواحد يعزم عليه. واعزم عليه ليه؟ ما هو بياكل زي المجبوع اهو. خوخة حاسب على كلامي. انا بهزر يا بابا. طبعا يا كمال بيه خيرية بهزر. ما في حد زي خيرية في ادابها وذوقها واخلاقها. تعيش يا عطية، ده انت اللي مفيش حد في ذوقك وادبك واخلاقك. اصل تمشي ما تعرفوش يا ماما، ده طلع ميه من تحت تبه. هي حتى نقراها من نقره ليه؟ اصلها طلبت مني احلب معاها جاموسه، قلت لها ما اعرفش. مش كده يا خيريه؟ انا ما بكلمكش واياك تكلمني احسن عاملك فضيحه هنا. بس انا هكلمك واللي يحصل يحصل. انا ما بحصلش دلوقتي. انا هتعمل ايه؟ هقول لهم على اللي شفته بجيبك. تقدريش؟ لا اقدر. عارفه يا ماما؟ مش الاستاذ عطيه طلع خاطب؟ اتفضل اتكلم مع ماما وبابا زي ما انت عاوز. صحيح الكلام ده عطيه؟ صحيح ومش صحيح. هي فزوره بقى ولا ايه؟ اه صحيح ومش صحيح دي. انت خاطب ولا مش خاطب؟ خاطب ومش خاطب. وضح كلامك عشان نفهم. امك متخبالي واحده وانا سبتها خلاص. وسبتها من امتى يعني؟ من ساعه ما شفت خيريه. يرضيك الكلام ده يا ابو خوخه؟ يرضيني قوي. هو في راجل في الدنيا ملوش ماضي؟ طب ده انا لما كنت في باريس. باريس هو بتاعته يا كمال، احنا في العزيزيه. باريس زي العزيزيه زي اي بلد تانيه. اطلع انت منها خالص وخلينا نتفاهم مع عطيه. تعال عطيه. ايه العلاقه اللي كانت بينك وبين خطيبتك؟ علاقه رسميه ما فيهاش اي عاطفه. وايه شعورك نحو خيريه؟ بحبها اكتر ما بحب سعادتك. يبقى لازم اطلع انا كمان من الموضوع ده. خلاص روح دور على خيريه واتفاهم معاها. ده موضوع يخصكم انتوا الاثنين، محدش فينا ابدا لازم يتدخل. انت مش قلت لي انك لما بتضايق بتيجي هنا؟ انا مش متضايقه. هو اللي مش متضايق يتكلم بالطريقه دي برضه؟ ما هي دي طريقه نسيب واحد زيك. واحد زيي؟ ايوه كذاب وغشاش ومنافق. طب اديني فرصه ادافع عن نفسي. هتدافع عن نفسك ايه؟ انت لو نيتك سليمه ما كنتش قلعت الدبله وخبيتها في كده. انا قلعتها عشان ضايقت على بعض. اهي صدقتني؟ لا ما صدقتش. انت لو انسان عندك اخلاق كنت قلت لي من الاول انك خاطب. بقول لك انا خاطب ليه؟ وانا كنت عارف ان انا هعافيك. ما تجيبش سيره الحب على لسانك. الشبان اللي زيك ما يعرفوش يعني ايه الحب. حرام عليكي. انا ما عرفتش الحب غير هنا. حبيت ابوكي وحبيت اخواتك وحبيت بلدكم. حتى جوازتك حبيتها. ما هي دي الاشكال اللي تلاقي لك. اتفضل روحي اتجوزها. خوخه وكمان بتدلعني؟ ده انت بيا. خلاص يا ست انا غلطان. سامحيني. سامحه خطيبتك اللي في مصر. انا ماليش خطيبه في مصر. واحده امي خطبتها لي وما بحبهاش. ما انت لازم تقولي كده. امال هتقولي انك ضحكت عليا وعليها؟ اقول لو عايز اضحك عليك اسيب مصر واقعد هنا. اه تسيبها تقعد هنا كام شهر تتسلى بيا وبعد كده تسيبني وتدور على بلد تانيه وواحده ثانيه.
ما تطردنيش من الجنة. الجنة دي ما يدخلش الشياطين اللي زيك.